أكد المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة الدستورية للتشريعات والقوانين جزء مهم وضروري للتنمية التي تتطلع إليها الشعوب وتواجه الإشكاليات المجتمعية، في كلمته خلال الاحتفال بإطلاق كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري. شدد على أن المحكمة الدستورية العليا قامت بدور عظيم في مجال صون الدستور واحترام أحكامه. إن الرقابة الدستورية تمثل جزءاً ملهماً لازماً للتنمية التي تتطلع إليها الشعوب، وبها يواجه القاضي الدستوري كافة الإشكاليات والتحديات وثيقة الصلة بمجتمعه. ولقد نهضت المحكمة الدستورية العليا بدور عظيم في إعادة تعاطي المشرع لمختلف مناحي الحياة في المجتمع المصري، حين أكدت بأحكامها وقراراتها على صون الدستور واحترام أحكامه. وبهذه المثابة، منح الدستور أحكام المحكمة الدستورية العليا الحجية المطلقة لكونها حصن الدستور الأعظم والمعبرة عن معانيه ومراميه، بمراعاة أن القضاء الدستوري يباشر رقابته التي لا تقتصر على ما نصت عليه التشريعات، وإنما تمتد إلى سد الفراغ التشريعي الذي يخل بإنفاذ قواعد دستورية فيما يعبر عنه برقابة الإغفال التشريعي.